مش عرفونا بقى بطلة من نوع خاص، بسملة أيمن، قدرت إن هي تواجه أي تنمر عليها في طفولتها اتعرضت إليه، إن هي تحوله لشيء إحنا فعلا نفتخر بيه، وتلفت الأنظار ليها لشجاعتها وموهبتها، وأصبحت أول بطلة كاراتيه من قصار القامة، وحاصلة كمان على الحزام الأسود في سن صغير جدا. بسملة اهلا، برحب بيكي. اهلا حضرتك. الاخبار؟ الحمد لله. سنك ما شاء الله عندك 16 سنه صح؟ صح. وبطله كاراتيه، ليه؟ اشمعنى كاراتيه تحديدا؟ اقول لك ليه حضرتك. الكاراتيه دي لقيتها مناسبه ليا عشان تديني ثقه بنفسي وتدافع. هو البدايه مش عشان خاطر الكاراتيه، البدايه انا بداتها قبل ما يكون عندي ثقه بنفسي والعب بالكاراتيه والكلام ده. انا كنت بعاني من اول حاجه التنمر في المدرسه وفي الشارع. يعني مره كنت بروح المدرسه المستر يقول لي اطلعي اكتبي على السبوره، يا مستر مش هينفع، اطلعي اكتبي على السبوره بدل ما احطك ميداليه في جيبي. كانت اكتر موقف كان بيضايقني وخلى الفصل كله طبعا يضحك عليا. وروحت لمامتي معيطه وقلت لها يا ماما رجعيني بطنك تاني، انا مش عايزه اشوف الدنيا دي تاني عشان انا تعبت. فمرة قالت لي بسم الله طب معلش انزلي هاتي طلبات كده. نزلت عشان اجيب لها طلبات، ما قدرتش انزل ولا فضلت مستخبيه تحت المدخل البيت، اني عارفه ان في اولاد واطفال هيضربوني وهيتريقوا عليا. ما تفكريش في الحاجات الوحشه دي خالص. اي شخص، كلنا بنتعرض للتنمر، كلنا بلا استثناء. ولكن الشخص اللي بيتنمر ده بيبقى عنده نقص فيه هو، بقى عنده مشكلة نفسية فيه هو، مش فينا احنا. فقدرتي بقى ان انتي تحولي الطاقة السلبية دي لحاجة تخليكي بطلة وتديكي دافع. ما هي ازاي؟ دي اللي خلتني عشان اخد الطاقة. بابا هو اللي شجعني ان انا يعني كان اصلا الموضوع عشان مش كده. هو قال لي بسم الله تلعبي ايه؟ قلت له بابا يعني سباحة ولا كاراتيه؟ فقلت له بابا كاراتيه. اشمعنى كاراتيه؟ عشان حسيته مناسب ليا وهيديني ثقه بنفسي وتدافع عن نفسي. لما رحت انا كنت خايفه اصلا العب، عشان لما رحت شفت كلهم كانوا اطول مني بكتير وكنت خفت جدا بقى. فرجعت من كلامي وقلت ان انا مش هلعب تاني. فقلت لبابا خايفه يا بابا مش عايزه العب. فالكابتن لما سمعنا، هو كان واقف وسمعنا، فقال لي لا انت هتلعب. قلت له يا كابتن لا انا خايفه. لا قال لي مش هتخافي، ما تخافيش، انا هبقى معاكي وخليكي حاجه كويسه وهطلعك. ففعلا لما خلاني لعبت ودخلت اختبارات وبطولات، يعني مرة دخلت الاختبارات ديت خدت فيها الحزام الأصفر والبرتقاني والأخضر والأزرق لحد ما وصلتي لأعلى حاجة اللي هو الأسود. الأسود بعدها وقفت. ليه؟ عشان ماليش إن أنا عشان أعرف أكمل، إن نفسي إن وزير الشباب والرياضة ان هو يعمل لنا حاجه في الاولمبيات، ان احنا كمان نعرف نكمل لعبنا عشان في يعني بقيتهم يعرفوا يلعبوا. انا مش عارفه العب لغايه دلوقتي، انا كده وقفت لغايه الاسود كده وقفت. طيب قولي لي بقى، يعني برضو عرفي المشاهدين ايه البطولات اللي انت اخذتيها بسمله، اهم البطولات اللي انت شاركتي فيها. اهم البطولات اللي انا دخلت فيهم، دخلت الأولمبية 3 مرات المركز الأول، ومرتين القاهرة في المركز الأول بس، وما دخلتش أكتر من كده. يعني أكتر يعني وأنت عارفة طبعا إنه الكاراتيه لعبة مش سهلة، لعبة صعبة، وكمان على البنات تحديدا. فإن أنت تاخدي مركز أول أكتر من مرة ده إنجاز كبير جدا وإنجاز عظيم جدا. وكمان بجانب الكاراتيه انت شاطره كمان في السباحه. لا ما دخلتش السباحه. ما دخلتيش اصلا؟ ما بعرفش السباحه. هي كره الريشه بس. سباحه كاراتيه بس. كاراتيه بس. ما بتفكريش بقى ان انت تلعبي لعبه تانية بجانب الكاراتيه؟ افكر في السباحه. ده عشان انا قلت لك ولا اصلا؟ لا انا يعني كنت اصلا حابه السباحه ديت، بس اخترت الكاراتيه عشان هو مناسب لي. فلسه بقى نشوف اللعبه الجديده ان شاء الله. يعني اللعبة الجديدة بتفكري ان هي تكون سباحة. طيب قولي لي بقى، بعد ما اخدتي المراكز الاولى وبطلة في الكاراتيه ما شاء الله عليكي،
زمايلك بيقولوا لك ايه وبيبصوا لك دلوقتي ازاي، وازاي ده كمان يعني غير في بسمله واداكي ثقه اكتر بنفسك؟ بس حضرتك انا ما عنديش يعني، انا صحابي كان كتير عاملين يشجعوني لما هم كان اصلا كان بيخافوا مني والكلام ده، كان ما بيحبوش ان هم يتكلموا معايا وكان ما يدوش يصاحبوني. لما لقاني بقى دخلت عرفوا ان انا بقيت العب كاراتيه وبقيت اخد مراكز الاول وكده بداوا يصاحبوني. يعني حاولت ان انا اتعامل معاهم واتصاحب عليهم، بداوا هم كمان يعني يتعاملوا معايا ويحبوني. بسملة، اولا انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا فخورين بيكي جدا جدا، لانه اي حد بيكون عنده العزيمه، بيكون عنده الاصرار، بيكون عايز يطور نفسه للاحسن. يعني اقول لك على حاجه، في ناس كتيره جدا ممكن ان هي تتعرض للتنمر، السخريه، تحبط، تتضايق، لكن انت بالعكس ما يقيستيش ابدا، وكان عندك اراده وبقيتي بطله في الكاراتيه، وعايزه كمان تبقي بجانب الكاراتيه سباحه. دي مش حاجه سهله خالص، مش اي حد يقدر يعملها. فمالكيش دعوه بقى بالتنمر والكلام ده خالص، واي حد يعني مالكيش دعوه بالكلام ده، وركزي في نفسك. اهلك فخورين جدا بيكي، صحابك اللي بيحبوكي فخورين جدا بيكي، وانتي ناجحه. انتي معانا النهارده عشان انتي ناجحه بجد، انتي ناجحه، واحنا بنتمنى لك كل التوفيق، وعايزينك كمان بطله في السباحه ان شاء الله. ان شاء الله. ونفسي كمان ان انا اقابل الرئيس السيسي انا واخواتي، عشان لما يبص لنا يعني لما نيجي نطلع معاه ونتصور معاه الناس تبص لنا بنظره تانية للاحسن، مش النظره اللي هو السخريه والتنمر. انت شايفه هو لحد دلوقتي لسه في تنمر؟ لسه لحد دلوقتي في، لسه لغايه دلوقتي انا بعاني للتنمر. بصي انا مش عايزاكي ابدا ابدا يا بسمله، كلنا بنعاني من التنمر، مش عايزه ابدا الكلام ده يعني يحبطك او يفرق معاكي. انت بطله، انت ماشيه بطله في الكاراتيه، و يعني انت مش زي اي حد بجد، وشخصيه فعلا بطله من نوع خاص، فما تخليش اي حد يحبطك او اي حد يضايقك. انت احسن من ناس كتيره جدا، واحسن كمان من اللي بيتنمروا عليكي، وانجح منهم كمان. نورتينا بسمله، وبشكرك على وجودك معانا. بسمله ايمن بطله كاراتيه حزام اسود، شكرا ليكي، وان شاء الله نقابلك بقى تاني تكوني بطله في السباحه باذن الله. انا بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، تحياتي لحضراتكم، انا خلود زهران ومن فريق العمل، الى اللقاء.